الاعتياد الجامع أيضا في رمضان يقصده اليمنيون من كل مكان، وترى أن الجامع يكتظ المصلين في رمضان في الذات بشكل كبير، وذلك لأن اليمنيين يحبون أن يجمعوا بين فضل صيامهم وفضل الصيام وفضل القراءة وفضل المكان هذا المبارك الذي هو من الأماكن المباركة والمقدسة، والذي يعتبر ربما أقدس مكان في اليمن. سبب مجيء الكثير هنا في الجامع الكبير، عندما يأتي يحس أو يشعر الرواد الجامع بالأريحية والطمأنينة، والصلاة تكون فيها نكهة غير الجوامع الأخرى، هذه حاجة يدركها الكثير. كما أسلم أهل اليمن وجاء خبر إسلام أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمر ببناء هذا المسجد المبارك، وأمر ببناء هذا المسجد المبارك في البستان الذي أهداه إليه باذان. كان باذان الحاكم الفارسي في اليمن، قد أهدى النبي بعد أن أسلم باذان، أهدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بستانه الذي كان يقع في هذه المنطقة، فوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك البستان لبناء هذا المسجد. أتعلم هنا وعد عمري 6 سنين، أمد أتعلم القرآن والقراية القديمة كويسة. بدأت أدرس وعد عمري 7، قريت لهذا الحي وقد أنا حافظ الهجاء البغدادي قد أنا حافظها. دافع لإقامة هذا المعرض هو الرد على الإساءة المتكررة للقرآن الكريم من قبل الدول الغربية، وتعريف اليمنيين بتاريخهم الإسلامي في جانب الاهتمام بالقرآن الكريم وكتابة ورسما وقراءة وغير ذلك من الجوانب التاريخية الإسلامية. أقدم مخطوط قرآني في هذا المعرض هو مصحف الإمام علي عليه السلام الموجود أمامكم، وهو درة هذه المخطوطات وأنفسها. هذا الجامع المبارك هو جامع يقصده اليمنيون في كل وقت وفي كل يعني وعلى مدار السنة، وتجد في هذا الجامع الكثير ممن يقرأ القرآن والمدارس والطلاب الذين يقرؤون في هذا الجامع، وهذا الجامع تخرج منه الكثير من العلماء.